يعطيكم العافية، كيفكم؟ ماشي الحال؟ كنا قد بدأنا في الأسابيع الماضية بمقدمة عن المحور الأول، إنسان والحب، العلاقة الوجدانية بين الرجل والمرأة، وتعرفنا بالتالي على أنواع الغزل، وقلنا هناك غزل عذري وهناك غزل إباحي. وانتقلنا إلى درس سمراء للشاعر سعيد عاقل صفحة 13. قرأنا القصيدة في الصف وتوقفنا عند المعاني الأساسية لهذه القصيدة. وفي هذه الصفحة كما ترون أمامكم عناصر الإرسال، في كل نص يوجد عناصر إرسال. المرسل هو المتكلم في النص، يمكن أن يكون الكاتب نفسه أو إحدى شخصيات النص، نستدل على وجوده من خلال ضمائر المتكلم. يعني الكاتب ممكن أن يكتب النص بصفته المرسل الأساسي، أو ممكن أن يكتب بلسان شخصية من شخصيات النص على أن هذه الشخصية فهي المرسل، وبالتالي في الحالتين يستخدم ضمائر المتكلم. مرسل إليه هو المتلقي للكلام، مثلا أنتم الآن تمثلون عنصر المرسل إليه، فأنتم من أرسلوا إليكم هذه المعلومات. يمكن للمرسل إليه أن يكون القارئ بشكل عام، يعني نص مكتوب في كتاب لكي يقرأه أي شخص، أو شخصا محددا إذا كانت رسالة، مثلا رسالة معينة، أو مجموعة معينة. يعني ممكن تكون مرسلة موجهة لمجموعة معينة. المرسلة هي النص الذي نعالجه ونحلله. طبعا إذا أردنا أن نحدد عناصر الإرسال ونذكر المرسلة ونضع مؤشرات عليه، مثلا ضمائر المتكلم، أو إذا كان الكاتب في الحاشية يكتب عنه خلاصة أو يعني فقرة صغيرة تعطينا كذلك مؤشرا على هذا المرسل. وبعد أن نذكر المرسل إليه أيضا ونحدده من خلال ضمائر المخاطب، نصل إلى تحديد المرسلة وهي النص الذي نعالجه ونحلله. إذا أردنا أن نضع هذه المرسلة في عناصر الإرسال، فلا يمكن لنا أن نكتب النص كاملا، ولا نكتب أن النص الذي نعالجه عنوانه كذا فقط أو سطر صغير للموضوع. لا، علينا أن نضع الموضوع الذي نعالجه بشكل واضح موجز، يعني ممكن يكون سطرين أو ثلاثة مثلا، ولكن بشرط أنه هذه يعني الفكرة هذه سطرين أو ثلاثة يجب أن تتضمن الأفكار الرئيسية الأساسية دون شرح. يعني ما بنشرحها وما بنوضحها، بس نضع مثل ما هي كتعيين لعناصر السير، وإذا طلب مننا التوضيح والشرح عندئذ نشرح. العقل المعجمي كتعريف عام له هو مجموعة الكلمات والعبارات العائدة لموضوع معين في نص محدد، ويتشكل من الكلمة نفسها ومشتقاتها ومرادفاتها ودلالاتها الكلية والجزئية،
المعجمي، حقل المعجمي نسبة إلى المعجم القاموس يعني العربي الذي يوجد فيه معاني المرادفات. ننظر إلى الكلمة التي نريد أن نجمع لها الحقل المعجمي للدلالة عليها معنويا. نضع الكلمة ذاتها الحقل المعجمي، مشتقاتها، كل كلمة تشتق عنها المعنى، عفوا الكلمة المختلفة لفظا والمتفقة معنا مع هذه الكلمة الأساسية يعني المرادفة لها، والدلالات يعني المعاني الكلية والجزئية. نضع الحقل المعجمي بين قوسين بأربعة أو خمس كلمات فقط، أو عبارات صغيرة، كلمتين مثلا العبارة، يعني إذا كانت عبارة نضعها في الحقل المعجمي كجزء، ومن ثم نضع كلمة أخرى وعبارة أخرى. المهم العبارات والكلمات يجب أن يؤلفوا خمس دلائل. هذا الحقل المعجمي بشكل عام كتعريف. للحقل المعجمي دوران أساسيان، أولا يحدد الفكرة الرئيسية للنص، لأن كل الكلمات التي تدور في فلك الحقل المعجمي تصب في صلب هذه الفكرة الأساسية وفي معناها وفي نواتها، وبالتالي الحقل المعجمي يساعدنا على تحديد الفكرة الرئيسية ويساعدنا على اكتشاف هدف الكاتب من هذه الكتابة، ماذا يريد أن يوصل إلينا بشكل مختصر، يعني الفكرة العامة. أيضا الحقل المعجمي يساعد على اكتشاف حالة الكاتب الوجدانية، يعني طبعا للكاتب حالة نفسية، فكلما كان الحقل المعجمي كبيرا، يعني نحن أكيد نختار أربع أو خمس كلمات للحقل المعجمي، بس لما تكون الحقل المعجمي كبير بيكون في عدة كلمات تختم هذا الحقل المعجمي. كلما كانت هذه الحالة الوجدانية للشاعر طبعا معبرة أكثر، لأن الإسهاب في الكلام والإطالة يدلنا على الانفعالات النفسية للشاعر، فهو يريد أن يعبر عنها بشكل واضح من خلال استعمال عدة مرادفات ومعاني تدل على نفس المعنى لتخدم فكرته الأساسية وتعبر عن حالته بعكس الكتابة العلمية التي تكون دقيقة ومختصرة. يعني الحقل المعجمي لما بيعبر عن الحالة الوجدانية للشعر بيكون نص أدبي أكثر ما بيكون نص علمي. في القصيدة، للحقل المعجمي شأن خاص في القصيدة. لنعود إلى القصيدة. قصيدة سمراء الشاعر سعيد عقل، نلاحظ أن هناك حقلا معجميا. طيب كيف ما نستخرج ونوضح الغاية منه؟ بنشوف نحن عم يحكي عن سمراء. سمراء هي صفة لفتاة، هذه الفتاة طبعا جميلة بنظر الشاعر سعيد عقل. طيب إذا نحن ما نشوف الفكرة العامة اللي عم يحكي عنها الشاعر هي جمال الحبيبة الروحي والشيخ والخارجي. طبعا هذه المرأة المثالية التي عبر عنها الشاعر سعيد عقل بأنها عفيفة طاهرة صعبة المنال، وهو أصلا لا يريد الوصول إليها لتبقى فكرة لغده جميلة. فالفكرة الأساسية هي الجمال، جمال الحبيبة. وبالتالي هناك عدة كلمات وعبارات تعبر عن هذا الحقل المعجمي لخدمة هذه الكلمة ولإيضاح الغاية للكاتب. مثلا عندنا العين الكحيلة بالقصيدة، سنة ابتسامك، يعني سنة الضوء، نور ابتسامتك، البسمات، غدائرك الجديلة، يعني شعرك، الهدب، كلمة سمراء، لاحظوا العنوان كذلك وضعناه في خدمة الحقل المعجمي لجمال الحبيب إلى آخره. الغاية، الهدف من هذا الحقل المعجمي هو إبراز الجمال، إبراز الجمال الخارجي لهذه طبعا المرأة الذي ينعكس على روحها. يعني الشاعر يريد لنا
أن نعرف جمال هذه المرأة الخارجية ليس فقط لإظهار جمالها، بل ليرينا أن روحها الجميلة منعكسة على محياها وبالتالي على شكلها الخارجي، فهي مرآة تعكس روحها. فتبدو المرأة المثال الذي يريدها الشاعر سيد عقل المتكاملة جسدا وروحا، والحلم الذي يراود الرجل لأنها لا تتصنع وغير مبتذلة، يعني لا تغري غيرها، بل يرى الشاعر جمالها طاهرا عفيفا من غير أن تقصد هي إظهار هذا الجمال سواء كان روحي أو شكلي خارجي. طبعا عدا عن الجمال والضوء اللذين تمنحهما للبهاء وللأرض، فهي من تعطي الأرض وهي من تعطي الطبيعة الجمال والبهاء والرونق والسحر. وهذه الأرض بعد أن تأخذ الجمال من هذه الفتاة تستيقظ وتصبح خضراء جميلة مزهرة وتكون في سباتها العميق، هنا طبعا تعبير مجازي، يعني تكون في حالة من اليباس والقحط. وتبقى المرأة الأمل، تبقى المرأة الأمل الذي يراود الشاعر فلا يتحقق إلا أن يقضي الله أمره، يعني يريدها أن تبقى فكرة جميلة وأملا يسعى إليه ليستمر في الحياة ولا يريد الوصول إليها، لأنه بوصوله إلى هذا الأمل، بوصوله إلى هذه المرأة المثالية ينتهي الأمل في سر وجوده في الحياة، فهو يعتبرها هدفا صعب المنال وبعيد المنال، وهو سبب باستمراريته في هذه الحياة بجمالها وبفرحته، لأنه دائما يعتبرها فكرة يستيقظ عليها ولا يريد أن تتبدد هذه الفكرة بالوصول إليها. لو حاولنا تقسيم النص نستطيع أن نقسمه إلى 3 أقسام. طبعا نحن بنعتبر هذه القصيدة من الشعر الحديث لأنه مش من الشعر التقليدي، الشكل الخارجي لإلها نرى بأن الأوزان قد اختلفت بعض الشيء وقذف منها بعض الشيء، وسمراء يا حلم الطفولة مثلا وتمنع الشفة البخيلة هودي بيعتبروا سطر، لا تقرب مني وظلي فكرة بغدي جميلة سطر، وكل سطرين صغار بيعتبروا سطر وبالتالي بتكتمل القصيدة. هلا من السطر 1 لـ 5 العنوان المناسب المرأة الحلم، يعني عم يحكي عن المرأة الحلم. القسم الثاني من 6 لـ 10 عم يحكي عن جمال المرأة، فالعنوان المناسب لهذا القسم جمال المرأة. القسم الثالث طبعا 11 لـ 13 سمراء ظلي لذة بين اللذائذ مستحيلة، ظلي على شفتي شوقهما إلى آخره، العنوان المناسب لهذا القسم السمراء أمل الحياة. المذهب الرومانتيقي، يعني الرومانسي، المدرسة الرومانتيقية ممكن أن نسميها أيضا، هذا المذهب الرومانتيقي هو طريقة في التعبير الأدبي يطغى فيها عنصر العاطفة على ما عداه من العناصر المكونة للأدب. نحن بنعرف أن عناصر الأدب هي الخيال والعاطفة والعقل والأسلوب الفني. بالمذهب الرومانتيقي عنصر العاطفة يطغى يسيطر ويبرز أكثر من غيره من عناصر الأدب مجتمع. فالرومانتيقي يعني الكاتب الرومانتيقي الشاعر يطلق العنان لمشاعره، يطلق الخيال الواسع لمشاعره الجامحة، فتصطخب تجتمع وتقوى أمواجها العاتية القوية مغرقة في عبابها، يعني في أمواجها كل تفكير منطقي، يعني بتجتمع المشاعر مع الخيال، وهذه المشاعر والخيال، هذان المشاعر والخيال يقويان على التفكير المنطقي، وبالتالي يصبح الكاتب ظاهرا بشكل خيالي بعيد عن الواقع، ولكنه يعيش هذا الخيال بفرحة وغبطة جميلة. طبعا هذه المشاعر القوية عند الشاعر تستخدم الخيال
للتعبير عما يجيش في أعماقها، لأن الخيال واسع، وبالتالي يمكن للشاعر أن يستخدم خياله يصور لنا ما في داخله وما في نفسه من أحاسيس ومشاعر بطرق واضحة أمامنا من خلال التعبير المجازي. استخرج أبرز مظاهر المذهب الرومانتيكي من النص، يعني الأسس أو المبادئ أو السمات أو مظاهر المذهب الرومانتيكي، يعني الشيء، الأمور المتجلية للمذهب الرومانتيكي باختصار. أولاً، الرومانتيكي يهرب من الواقع، كما رأينا الشاعر سعيد عقل في هذه القصيدة، هو بعيد عن الواقع وقريب من الخيال، هروب من الواقع، أن التلذذ بالمعاناة والألم والحزن، كلما عانى وتألم وحزن كلما شعر بلذة وبمتعة، يعني قريب من الغزل العذري. رهافة الإحساس، إحساسه مرهف، رقة العاطفة كمان، يلجأ إلى الطبيعة ومظاهرها ويستخدمها ويسخرها للتعبير عما في نفسه وفي خياله من أمور غير واقعية. والتعبير عن تجربة الأنا يظهر لنا الشاعر ذاته من خلال تجربة ما عاشها، فبالتالي يعبر عن ذاته. وظيفة الكلام بشكل عام عرفناها السنة الماضية، والآن وضعتها أمامكم. طبعا لكل نص هدفي أساسي يكون مرسوما سلفا في هدف أساسي يكون مرسوما سلفا في ذهن المرسل. أسماء المحدثون وظيفة الكلام، طبعا بنشوف نحن مواطن الاهتمام والتركيز عند صاحب النص، عشو مركز ساعتها نعرف وظيفة الكلام. إذا ركز على ذاته وظيفة تعبيرية، إذا ركز على المخاطب وظيفة تأثيرية، المخاطب وظيفة تأثيرية، إذا ركز على مضمون الموضوع المعالج وظيفة مرجعية، وإذا ركز على شكل النص وصوره المجازية وجماله وظيفة جمالية. الوظيفة التعبيرية هي وظيفة قصيدة الشاعر سعيد عقل سمراء. فإذا قلنا ما هي وظيفة الكلام في هذه القصيدة، هي الوظيفة التعبيرية. يتركز فيها الكلام على ذات المرسل. طبعا شو الهدف؟ التعبير عما يجيش في صدره من انفعالات وفي عقله من أفكار. من المؤشرات الدالة على هذه الوظيفة هي بروز ضمائر المتكلم بكثرة، ورأينا الشاعر كيف يقول: لا تقربي مني يا المتكلم، بغدي كمان يا المتكلم، قلبي أخشى أنا، إلى آخره. توجد ضمائر المتكلم بكثرة، كما يوجد صور تعبر عن المجال العاطفي لهذا الشعر. طبعا هذا تأكيد للي حكيناه، انه قلنا القصيدة تمس أعماق الشاعر، فيختار هذه السمراء النموذج الجميل البريء الطاهر يتعلق بها، فتبرز الوظيفة الانفعالية التعبيرية. قلنا الانفعالية التعبيرية لأن التعبير يأتي بعد الانفعال والتأثر بما يعيشه الإنسان، فيعبر عن هذا التأثر الذي يعيشه من خلال تعبيره عن ما شعر به. أبرز المؤشرات كما قلنا ضمائر المتكلم والعبارات الدالة على المشاعر. استخرج من البيت الثالث محسنة بديعية وادرسها. المحسنات البديعية هي الجناس، الطباق، السجع، دورية. مثلا من البيت الثالث: قلبي مليء بالفراغ الحلو، إلى آخره. طيب، مليء وفراغ، يعني عندنا ضد، المليء ضد الفراغ، فإذا ضد فارغ يعني، بس هون طباق إيجابي لأنه ما في نفي، حتى نقول طباق سلبي. فإذا مليء وفراغ طباق إيجابي. استخرجنا المحسنة البديعية وسميناها، وبالتالي ما هي دلالتها؟ هذه تدل على خلو قلب الشاعر من هموم الحب الذي لا يريد أن يقترب منه ويشعر به ماديا، بل يريده أن يبقى حبا مثاليا وخياليا في نفس الوقت.
هذا الحب يؤرقه، فالعاشق يهوى الحب رغم ما يسببه له من آلام، فهو يريد أن يتعذب من خلال هذا الحب المثالي الروحي البعيد المنال، ولكن هو يشعر بلذة ومتعة بهذا الحب، ولا يريد أن يبعد عنه هذا الألم. بالعكس، كلما شعر بهذا الألم كلما شعر بمعنى لوجوده وبحقيقة وجوده. استخرج من البيت العاشر صورة بيانية وادرسها. لاحظنا أداة التشبيه، طربت كأن سنة ابتسامك قوة الأمل الضئيلة. الطبيعة طربت كأن، هي أداة تشبيه، سنة ابتسامك المشبه، كأن سنة ابتسامك قوة الأمل، مشبه به قوة الأمل. سنة يعني ضوء، ضوء ابتسامك. تشبيه، فإذن تشبيه مرسل لأن الأداة التشبيه مذكورة. استخدم الشاعر هذه الصورة للدلالة على قدرة هذه المرأة في تبديد شعور اليأس والضجر. تبديد يعني إبعاد وإزالة شعور اليأس والضجر، فيشبه نور ابتسامتها بنافذة يدخل منها شعاع الأمل الذي يمنح الآخرين والطبيعة السحر والرونق والحياة. البحر الكامل، لأن هذه القصيدة نظمت على مجسوء البحر الكامل، تفعيلاته التامة متفاعل 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 متفاعل، ونحن كنا قد أخذناه أعتقد العام الماضي. طيب، جوازاته مذكورة بوضوح، الحشو والعروض والضرب. طبعا العروض هو آخر كلمة في صدر بيت الشعر، والضرب هو آخر كلمة في عجز بيت الشعر. جوازات العروض وجوازات الضرب أيضا. مجزوء الكامل يعني عندما يحدث الشاعر التفعيلة الأخيرة من صدر البيت والتفعيلة الأخيرة أيضا من عجز البيت، يبقى ما يسمى بمجزوء الكامل. وزنه متفاعل 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 متفاعل. لاحظنا حذفنا آخر تفعيلة من الصدر وآخر تفعيلة من العجز. جوازاته، يجوز بمتفاعل أن تأتي متفاعلات ومتفاعلان. هذه الجوازات الاثنين في العروض والضرب. اكتب البيت الأول كتابة عروضية وقطعه وسمي بحره وروية وقافية. كلنا بنعرف نقطع، اكتب كتابة عروضية. طبعا وضعنا الحركات، بيّن عنا مستفعل متفاعلات متفاعل متفاعلات. البحر هنا هو مجزوء الكامل لأن الصدر يحتوي على تفعيلتين لا ثالث لهما، وكذلك العجوز الروي اللام المفتوحة والقافية خيلة بكلمة بخيلة فيها بالآخر على سكون للضرورة الشعرية. فإذا القافية هي آخر ساكنين وما بينهما والمتحرك قبلهما. تبين لدينا أن البحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة هو مجزوء الكامل. أسئلة للحال في المنزل ونصححهم إن شاء الله عند العودة بعد العطلة إن شاء الله راد. طبعا أول سؤال، انسب القصيدة للمحوري، انسب القصيدة للمحور الذي تنتمي إليه معللا إجابتك. لما المحور هو الإنسان والحب، المحور الأول، وهي في قلب هذا المحور. يعني في طريقة بتكون تكتبوا فيها السؤال، مش إنه تعرفوا إنه اللي هي لأي محور تنتمي، المهم إنه تعرفوا كيف بتكون تعليل الإجابة إنه هي تنتمي لمحور الإنسان والحب. تعليل الإجابة أكيد يعتمد على ما أخذناه كمقدمة قبل هذا الدرس، مقدمة المحور، إضافة إلى بعض الشواهد من هذا الدرس تشرحونها بطريقتكم الخاصة. طيب، اثنين، دل على التعابير التي تشير إلى الحب الذي ينادي به الشاعر في قصيدته واشرحها. طيب، نحن نعرف أن الحب في هذه القصيدة هو حب شو؟ عذري. أريد منكم أن تستخرجوا التعابير التي تشير إلى هذا الحب، ولكن عليكم أن تشرحوها أيضا. عين عناصر الإرسال في القصيدة مبرراً إجابتك. عناصر الإرسال
بالبداية نحن كتبنا المرسل والمرسل إليه والمرسل، ولكن هنا بالتعيين يجب أن تحددوا من هو المرسل، سموه مرسل إليه مين هون بهذه القصيدة، كمان تبرر إجابتك شو السبب ليش، وفي ضمائر شو في شيء شاهد بالنص، والمرسلة باختصار تحددوها وتبرروا الإجابة يعني مضمون النص، وعرف الغرض الأدبي للقصيدة. طبعا النوع الأدبي نحن بنعرف عندنا شعر غنائي، شعر وجداني، شعر ملحمي إلى آخره. شو بدي بالنوع؟ بدي الغرض. الغرض يعني هو مدح أو هجاء أو غزل أو وطنيات أو ماذا، بدون شرح كبير، فقط بتقول النوع الأدبي كذا كذا لهذه القصيدة، عفوا الغرض الأدبي لهذه القصيدة كذا كذا، وتعريف كما تعرفون من خلال ما ورد معنا في طبعا مقدمة المحك. ويعطيكم ألف عافية.